كابتن محمد، إلى أي مدى في رأيك هذه المواجهة تحدد ملامح مصير الرجلين، ولو أن تشافي أعلن الرغبة في المغادرة مع نهاية الموسم؟ ثم من جانب آخر، كيف يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على لويس إنريكي وهو يواجه الفريق السابق الذي حقق معه آخر لقب للشامبيونز ليج، والفريق الذي عاش معه جزء أجمل من مشواره مقارنة بمشوارك كلاعب في ريال مدريد؟ أولا، مصير الاثنين مدربين معروفين في نهاية الموسم. لويس إنريكي لو ما كسبش دوري الأبطال هيبقى موجود، لأنه مش مطلوب منه الفوز. لا، هو مشروع، بس المشروع بدر عليه إنه ياخد دوري أبطال. تشافي أعلن إنه خلاص آخر الموسم ماشي من برشلونة، فمصير الاثنين مدربين معروف، مصير المباراة بيحددها اللاعبين. بس لو انت رئيس لبرشلونه وفاز بالشامبيونز ليج، سيبه يمشي؟ الانديه كبيره كابتن محمد لا تضر هكذا. انت خدت قرار، المدرب قال انا ماشي اخر الموسم، ما تجيش بقى خد بطوله وتقول لي اصل هاجي اخر الموسم اقعدك. لا يا حبيبي، خلاص تدور على البديل، مع ان انا كنت ضد القرار انه يمشي. ليفربول، هل لو كلوب خد دوري هيقعده؟ لا طبعا، الانديه الكبيره لا تدار كذا. بس فرق كبير، هذا مشواره اطول وفاز معهم تشامبيونز ليج، فاز بريمير ليج، فاز بكل شيء، وتقريبا يقول لك انا اعطيت كل اللي عندي خلاص وتعبت. ايوه بس خلاص. لكن تشافي لو كنت مشجع لبرشلونه او لاعب سابق لبرشلونه، تريد ان يخرج بطلا ومن الباب الكبير كما خرج لاعبا بطلا للتشامبيونز ليج والثلاثيه. ايوه، انا ما عنديش مشكله كابتن محمد انه يخرج من الباب الكبير، بس ما يستمرش، لان هو خد قرار خلاص. ايه اللي اتغير في الفتره دي؟ هل النتائج اتغيرت؟ بس ايه اللي اتغير في القرار؟ انا النادي، ما الانديه الكبيره خاصه لا تدار هكذا. هو خد قرار في نهايه الموسم تدور على بديل، مع ان انا كنت ضد القرار، وانا اتكلمت معاك في الحوار ده في الاستديوهات الكبيره. فانا اشوف اللي خلى لويس إنريكي حتى الان من المدربين الكبار انه متمسك بالدي ان بتاع برشلونه، انه بيلعب بنفس ستايل برشلونه، واحسن مدرب دخل برشلونه بعد جوارديولا هو لويس إنريكي. فعشان كده باريس فكر انه يجيب لويس إنريكي. المشروع بتاعه ماشي زي الفل، ماشي مميز قوي. هو ذكر حتى تشافي المدرب قال اسلوبي اقرب لاسلوب كرويف ودي ان اي برشلونه كما ذكرت من تشافي. ايوه صح، وعنده حق. على نتيجه الاستحواذ هو اعلى، صناعه الفرص اعلى، الضغط العكسي بتاعه احسن، اشرس، الضغط العالي بتاعه احسن واكثر تنظيم. بس قرارك انت يا تشافي ولا امكانيات الفريق اجبرته على اللعب بهذه الطريقه؟ على بالنسبه لبرشلونه ولا بالنسبه لباريس؟ تشافي في برشلونه، هل اختار اللعب بالاسلوب المغاير نسبيا لدي ان اي برشلونه مجبر بسبب العناصر الموجوده، ولا هذا هو فكره تدريبي؟ هو ايه اللي خلاه دلوقتي يا محمد الفتره الاخيره انه بدات النتائج تتحسن انه يلعب بالدي ان بتاع برشلونه؟ ارث برشلونه يا كابتن محمد هو الارث الوحيد اللي موجود في ربع نهائي دوري ابطال اعلى من اي حد. ارتيتا دي ان اي برشلونه، جوارديولا دي ان اي برشلونه، مين تاني موجود في لويس إنريكي دي ان اي برشلونه؟ يعني الارث بتاع برشلونه موجود في ربع النهائي من اعلى من اي حد، صح ولا لا؟ الاسلوب اللي كان بيلعب بيه برشلونه واسلوب كرويف ده هو الارث الحقيقي. اوعى تغير ارثك. ممكن النتائج تختلف، البطولات تروح وتيجي، بس ده الارث الحقيقي لبرشلونه. عشان كده برشلونه مطالب انه يكسب البطولات باسلوبه هو، ودي مشكله برشلونه يا كابتن محمد. يقول لك انت بتكسب باي حاجه؟ لا، اكسب بس باسلوبك. وانت فزت باسلوبك الجميل واستحواذ وهجوم. ايوه، عشان كده برشلونه مطالب في دور ربع النهائي ودور الابطال انه يفتكر انه برشلونه عشان يعدي. وانا اميل ان ارشح برشلونه لعده اسباب. اولا، مباراه العوده عنده الفورمه بتاعت الفريق كويسه قوي الفتره الاخيره، استعاد التوازن الكبير، الدفاع بقى احسن، الانتشار بقى بتاعه بقى افضل، بس عليه يمسك كيليان احسن لعيب في العالم. لو مسك كيليان وعمل نتيجه كويسه في المباراه الاولى، مبروك لبرشلونه وجوده في السيمي فاينال. هكذا تبدو الاجواء الرائعه في مسرح هذه القمه بين برشلونه وباريس سان جيرمان. كابتن محمد، اكبر نتيجه سجلت في مرمى باريس سان جيرمان كانت من برشلونه في مباراه الريمونتادا الشهيره، لكن بالمقابل ثالث اكثر من سجل تاريخيا في مرمى برشلونه هو كيليان مبابي باربعه اهداف. عشان كده ازاي هتحصره وازاي تمسكه، هي دي نقطه المباراه يا كابتن محمد. عشان كده هو ملاعب سيرجيو روبرتو، مهمه مراقبه كيليان لثلاث لعيبه، كوندي، اراوخو، سيرجيو روبرتو. لما ينزل في نص الملعب سيرجيو روبرتو، لما يروح بين الهاف سبيس ما بين كوندي واراوخو يبقى اراوخو يتعامل معاه، لما يروح على الخط يبقى كوندي معاه. دي نقطه المباراه المفصليه. التشكيله حلوه بتاع برشلونه باستثناء سيرجيو روبرتو بس، انما كل كده كل واحد هيتمسك باسلوبه هيقدر يكسب المباراه.
برشلونة ما يقدرش يغير اسلوبه، لو غير اسلوبه هيخسر. باريس يقدر يغير اسلوبه انه يلعب على الهجمات المرتده والمساحات لانه عنده سرعات، فدي نقاط مفصليه في هذه المباراه. سيرجيو روبرتو سجل هدف ريمونتادا. يا عم ده اسكت يا كابتن معلم، برشلونه وصل بيه الحال ان كابتنه سيرجيو روبرتو يلعب بيه على برشلونه الاقدم. قديش؟ ست سنين يلعب بالهدف هذاك. حد داعي له في ليله القدر. شكرا لمحللي بي ان سبورتس. تعال ننتقل الى الملعبين نتابع معكم ركله البدايه. كان شاهدنا البحريه والريال بقى 10 ايام ما لعبش، ومانشستر سيتي لعب تقريبا 3 أو 4 مباريات، وشاهدنا المباريات كانت كبيره. ولهذا بالنسبه لي انا ما ثمش مشكله من الناحيه هذه، ان لما يكون عندك الزاد البشري ما عندكش مشكله. بالنسبه لي انا اليوم مباراه من لويس انريكي اليوم شاهدنا، يعني تحب واضح انه المدرب حب يعمل مشكله لتشافي، انه اليوم يلعب بدون راس حربه. ما تمش راس حربة، لأنه يعني اليوم راس حربة جالسين على ذاك الحلف راموس وكولومواني. اليوم دخل أسانسيو، هل أسانسيو مش يلعب راس حربة؟ هل ديمبيلي هو لعب أسانسيو راس حربة في كأس العالم؟ لعب في كأس المنتخب. ديمبيلي في الأسابيع الأخيرة في 4 مباريات لعب هو راس حربة واحد كلاعب وسط ميدان راب، ولهذا واضح أنه مش يلعب بأربع لاعبين في وسط الميدان واثنين، يا إما ديمبيلي ومبابي. وين مخير ديمبيلي ومبابي؟ طيب خلينا نشوف تشكيله باريس سان جيرمان كابتن، فضل. لتشرح المشاهدين خيارات لويس انريكي والطريقه التي يتوقع ان يلعب بها. يلعب بدون روما حارس مرمى، ماركينيوس بالنسبه لي انا مشكله كبيره، ماركينيوس لانه اللاعب هذا غاب عديد المباريات ولعب الا مباراه اساسي، واليوم يلعب مع لاعب سريع رافينو لازم يستغل رافينو، بس هو مجبر لانه حكيم موقوف ما عندوش ايضا يغيب مصاب. صحيح. بيرالدو ولوكاس هيرنانديز، بيرالدو تحسن وتطور وحتى مع البرازيل لعب اساسي، لوكاس هيرنانديز بالنسبه لي من افضل المدافعين. مانديس اليوم عنده مشكله كبيره مع لامين، مانديس يصعد كثير، لاعب قوي بدنيا سريع وحتى في الدفاع جيد، ولكن اليوم باش يقابل لاعب ممتاز هو اللاعب لامين يامال. في وسط الميدان فيتينيا وفابيان رويز، وبطبيعة الحال يا إما لي كوسط ميدان ثالث ديمبلي على الجهة اليمنى، واللاعب أسانسيو كرأس حربة، كرأس حربة وهم يلعب كلاعب وسط ميدان رابع، أو أسانسيو على الجهة اليمنى وديمبلي يلعب كوسط ميدان رابع. بالنسبة لي أنا وين المشكلة هنا؟ أن مبابي لازم بصراحة لما تلعب ضد لاعب أفضل لاعب وأفضل هداف في الفريق سجل 26 و27 هدف، لازم محاصر بلاعبين على الأقل، كوندي ومع لاعب آخر يغطي كوندي ومع، وفي الجهة الأخرى إذا لعب لاعب ديمبيلي حتى ديمبيلي لازم محاصرة قوية على اللاعب هذا، لأن بالنسبة لي أنا كانسيلو ممتاز من الناحية الهجومية.